ما هو انا هقول لكم ان شاء الله الخطه بتاعت السنه كلها باذن الله ان شاء الله. دي من اهم الحاجات اللي انت اصلا تبقى عارف السنه كلها في كل المواد بتتكلم عن ايه. بس انا طبعا هكلمك على ايه، على الماده اللي انا هشرحها، لا البايو يعني من اولها لاخرها تمام. طبعا سنه تانية دي سنه لذيذه جدا وسهله خالص، ويعني ان شاء الله هتبقى يعني زي الحلاوه. البايو ده اسهل حاجه، يعني هو اصلا طالب سنه، طالب طب اصلا من يوم ما النتيجه بتطلع بيسالوا انت نفسك في ايه، يقول لك مثلا نفسي اروح سنه تانية علشان اخد بايو تانية. يعني معروفه دي اصلا، بتبقى مكتوبه في التنسيق كده وانتوا بتعملوا الرغبات، معروفه كده داخل طب ليه يا ابني؟ علشان بايو تانية بس، يعني ده سبب بيدخل الناس الكليه. ماشي، على فكره سنه تانية محدش برضو ايه يعني يستسهلها، هي مش سهله ولا حاجه، هي ضعف طول وضعف صعوبه تقول، بس انت برضه الضعف على فكره تقريبا بالظبط، يعني ضعف الكم وضعف الصعوبه، بس انت برضه كشخص انت بقيت برنس الضعف او الضعفين، صح ولا ايه؟ انت بقيت ضعفين المخ او ضعفين المذاكره برضه، صح ولا لا؟ هنحاول نجريك ما تقلقش. صح ولا لا؟ المفروض صح ولا لا؟ المفروض صح؟ تمام. طيب كمية سنة تانية إن شاء الله. بصوا يا جدعان، أنا هعمل إيه دلوقتي؟ يعني المحاضرة دي إن شاء الله هناخد فيها إيه؟ هناخد فيها الكيمياء بتاعت سنة تانية كلها، يعني لازم تفهم الكيمياء التانية كلها بتتكلم عن إيه؟ وبعدين ناخد سكيم للكلمة اللي أنا هقولها اللي هي كلمة ميتابوليزم، وبعدين ندخل في أول شابتر وهشوف إحنا هنمشي إزاي دلوقتي، ماشي؟ يعني أول شابتر مش هيبقى أول شابتر في الكتاب أو أول شابتر عند البنات، بس هنفهم إحنا هنمشي إزاي. كيمياء سنة تانية في كلمة واحدة حاجة كده اسمها ميتابوليزم، حاجة اسمها ايه؟ ميتابوليزم. ميتابوليزم دي سنة تانية كلها الكيمياء، يعني الكيمياء كلها ميتابوليزم. طيب بص كده، هنعمل بس انيوميريشن للشباتر اللي علينا في أولى وفي تانية، لسه ما قلناش حاجة. انيوميريشن على السريع كده، عند حاجة اسمها كربوهيدرات ميتابوليزم، وحاجه اسمها ليبيد ايه ميتابوليزم، وحاجه اسمها بروتين ميتابوليزم، صح كده؟ تمام. خلي بالك الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت برضو، يعني كربوهيدرات والليبيد والبروتين، بس كان دايما ورا اسم الشابتر حاجه اسمها كربوهيدرات كيمستري او ليبيد كيمستري او بروتين كيمستري، كان بيعرفني ايه، كان بيعرفني التركيب والحاجات دي موجوده فين والامبورتنت، صح؟ والكلاسيفيكيشن مونو بولي وداي والكلام ده، صح ولا لا؟ ده مهم السنه دي، هو مهم او مش مهم مش مشكله، يعني مثلا لو انا مش فاهم كيمياء اولى مش هفهم كيمياء ثانيه، احنا ملناش اي علاقه بالكلام ده، علشان الحاجات اللي محتاجينها من سنه اولى هنشرحها في مكانها برضه لو محتاجينها، يعني صح ولا لا؟ اللي مش محتاجينه كده كده ايه؟ ما نشرحوش، يعني مثلا لو حد مش فاهم اي حاجه في باي ولا ما يقلقش، عادي مفيش اي مشكله خالص. تمام. وفي شابتر كده مهم جدا للميتابوليزم، ده حالنا كلنا صح؟ محدش ماشي. في شابتر كده بيخدم او انا بسميه انترودكشن تو ميتابوليزم، اللي هو اول شابتر في الكتاب عندنا اسمه ايه؟ بايو انرجيتكس. يعني ايه كلمه بايو انرجيتكس؟ بايو يعني ايه؟ بايو، وانرجيتكس يعني ايه؟ انرجيتكس. الله ينور عليك. انرجيك او انرجي اللي هو طاقه، صح؟ اللي هو طاقة الكائنات الحية، يعني أو إزاي بنجيب الطاقة في الكائنات الحية. طب إحنا بنجيب الطاقة في الكائنات الحية أصلاً بعملية اسمها إيه؟ الميتابوليزم. يبقى ده بنسميه انترودكشن انتو ميتابوليزم، فلازم برضه ناخده، بس مش هنديه في الأول، هنديه ضمنياً مع الكربوهيدرات زي ما هنفهم دلوقتي. خلاص كده؟ طيب اتفضل. طيب يبقى كده كربوهيدرات كلنا إن شاء الله ولاد وبنات هنبدأ في الكربوهيدرات ونخلصها في الترم الأول. البنات هيبداوا في الليبيد ومش هيخلصوها، الولاد هيبداوا في البروتين ومش هيخلصوها. حد يقول ايه، هناخد شابترين ونص في ترم؟ واحنا السنه اللي فاتت في الترم الاول كنا مخلصين كام شابتر؟ 5، صح؟ مع حضرتك الكربوهيدرات بس 90 صفحه، اللي هم زي بالظبط لغايه النيوكليوتايد، يعني لغايه الشابتر الرابع في السنه اللي فاتت، صح ولا ايه؟ يعني هو نفس الكم. اتفضل تعالى. ماشي كده؟ طيب الترم الثاني بقى هناخد ايه؟ اللي ما كملش هيكمل، يعني الولاد مثلا هيبداوا بروتين وبعدين احنا نكمل بروتين، صح؟ البنات كانوا بداوا ليبيد يكملوا الايه؟ الليبيد وياخدوا الباقي بقى، يعني انتوا ما خدتوش بروتين فتاخدوا البروتين وهكذا، واحنا كمان، صح ولا ايه؟ تمام. ناخد بقى حاجه ثانيه،
اسمها نيوكليو طيب ميتا بوليزم. نيوكليوتايد ايه؟ ميتابوليزم. وهنفهم كلمة ميتابوليزم هنا يعني ايه وكلمة ميتابوليزم هنا يعني ايه، هم بمعنى واحد يعني بس في تفاصيل شوية. ماشي. طيب وحاجة تانية اسمها هيم ميتابوليزم. هيم ايه؟ ميتابوليزم. وشابتر كده اسمه مينرالز ميتابوليزم. مينرالز ميتابوليزم او بيسموه مينرالز اند ووتر ميتابوليزم. وحاجه في الاخر كده اسمها بودي فلويد. يعني ايه بودي فلويدز؟ يعني بودي فلويدز، مش محتاج اي شرح خالص. ماشي. وفي الاخر حاجه كده اسمها اونكوجينز، بس ده عند الولاد عشان البنات خدوه السنه اللي فاتت صح، اللي هو الكانسر. طيب حاجه اسمها ايه؟ اونكوجين، اللي هو الكانسر ولا الحاجات المسببات للكانسر يعني. ده كده الولاد برضو بياخدوا شابتر كده اسمه هرمونال كيمستري، بس بياخدوه في الترم الثاني. يبقى الهرمونز بناخدها في الترم الثاني، والبنات بيبداوا بيها خالص اول حاجه اللي هي الهرمون الايه كيمستري في الترم الاول. صح كده بدات بالكلام ده؟ تمام. احنا خدنا، لا ما خدناش هرمونز فول، لا ممكن سنه وسنه عادي. ماشي. بس ان شاء الله السنه دي هناخده في تاني. انا فاهم هو على طول كده. طبعا الهرمون الكيمستري غير الاندوكراين خالص. ده الاندوكراين ده يا جماعه اللي هو الاندوكراين فيسيولوجي، يعني تاني اكبر كتاب في فيسيولوجي تاني، يعني سي ان اس رقم 2 ايه اندوكراين. فده غير ده خالص، يعني محدش يقول ده هرمون او اندوكراين في حاجه كبيره وعندنا امتحان بعد اسبوع، لا عادي خالص. طيب واضح كده ان كل المنهج بتاع سنه تانية عباره عن كلمه ايه؟ ميتابوليزم. صح ولا لا؟ طيب احنا عايزين نعرف بس يعني ايه كلمه ميتابوليزم. كلمه ميتابوليزم يعني ايه؟ مش ديفينيشن ولا حاجه، لا بالبلدي كده. حد عارف حاجه عن كلمه ميتابوليزم يعني ايه؟ بس بالله عليكم ما حدش يترجم. انا برضو عارف وعندي قاموس في البيت ان ميتابوليزم معناها الايض او التمثيل الغذائي، عشان اللي كان في دماغه يجاوب بالاجابه دي. لا ميتابوليزم او الايض معناهم ايه؟ بص احنا هنحفظها كده، هنقول ان الميتابوليزم قصه حياه الحاجه اللي بنتكلم عليها من بناء وتكسير. يبقى ده قصة الحياة، صح ولا لا؟ تمام. يعني ايه بقى كربوهيدرات ميتابوليزم؟ قصة حياة الكربوهيدرات كلها بالكامل من بناء وايه؟ وتكسير. بناء وتكسير اللي هم عمليتين اسمهم ايه يا جماعة؟ اللي هو انا بوليزم وايه؟ وكتا بوليزم. برضو عايز افهم يعني ايه عملية بناء ويعني ايه عملية تكسير، مش ديفينيشنز برضو كلام مرصوص، لا انا عايز افهم بالبلدي كده. يعني ايه عمليه بناء؟ يعني مثلا الكربوهيدرات دي ممكن استخدمها في بناء ايه، او لما اكل كربوهيدرات هبني بالكربوهيدرات ايه في جسمي يعني، صح ولا لا؟ طبعا كل الكلام ده في جسم عشان احنا بناخد بايو كيمستري، يعني كيمياء حيويه. فاهمين كده الكلام ده؟ طيب الكاتابوليزم يعني لما اكل الكربوهيدرات اكسرها واطلع منها طاقه ازاي. دايما الطاقه بتطلع من طريق اسمه طريق ايه؟ الكاتابوليزم. يبقى الكاتابوليزم دايما اخرها مين؟ الاي تي بي. او لو انت عايز تطلع اي تي بي تمشي انابوليزم ولا كاتابوليزم؟ كاتابوليزم. يبقى اخد الكربوهيدرات افضل اكسر فيها لغايه لما اطلع ايه؟ الاي تي بي اللي هي الطاقه. صح كده؟ طيب امال يعني ايه بقى كلمه انابوليزم؟ ان انت تاخد الكربوهيدرات او تاكل الكربوهيدرات او الليبيد او البروتين وتفهم، او لو عايز تبني حاجه تشوف ازاي بتبنيه. مثلا عايز تبني ريسبتور، عايز تبني مثلا سيل ممبرين، تشوف بقى ايه ازاي هتبني الكلام ده. صح كده؟ تمام. ده كده كلمه ايه؟ ميتابوليزم. طيب الميتابوليزم بتاع الحاجات التانية دي اللي هو مثلا النيكلوتايد، هل النيكلوتايد بيطلع منها طاقة؟ احنا خدنا السنة اللي فاتت ان ما بيطلعش طاقة غير من ايه؟ من ثلاث حاجات بس، اللي هم مين بقى لو حد شاطر كده وفاكرهم؟ الله ينور عليكم. اللي هم مين؟ الكربوهيدرات والايه؟ والليبيد والايه؟ البروتين. انتوا مذاكرين بقى؟ انتوا مذاكرين المحاضرة دي قبل ما تيجي ولا ايه؟ اصلا ذاكرتكم قوية من السنة اللي فاتت يعني؟ لا لا ده احنا بنجريت يعني. ماشي زي الفل. ماشي يا جدعان تمام كده؟ سهل الكلام ده؟ هنا معنى كلمة ميتابوليزم ايه؟ معنى كلمة ميتابوليزم يعني بنائهم وتكسيرهم. بنائهم وتكسيرهم. يعني احنا خدنا النيكلوتايد السنة اللي فاتت صح؟ تمام. هل خدنا طريقة بنائهم ولا طريقة تكسيرهم؟ احنا خدناهم والفانكشن بتاعتهم بس. صح ولا ايه؟ اللي كان اسمها نيكلوتايد كيمستري. يعني النيكلوتيد ده الفانكشن بتاعها ايه؟ وبتدخل في كذا وفي كذا، كانت يا اما فري زي الاي تي بي مثلا او السايكل كيمي بي، يا اما كانت بتدخل في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه، صح ولا لا؟ طيب السنه دي بقى تاخد تكوين ازاي بتكون النيكلوتيدات نفسها سواء بيورين او بيريميدين، وازاي برضو ايه؟
بتكسرهم. يبقى معنى كلمه ميتابوليزم في الشبات دي ازاي اكونهم وازاي اكسر، يعني ايه بقى هيم ميتابوليزم؟ ازاي اكسر الهيم، ازاي ابني الهيم، صح ولا لا؟ يعني ايه مينرالز ميتابوليزم؟ ازاي باخد الهيم برضو، وايه الفايده بتاعت الهيم، وازاي اتخلص منه، صح ولا لا؟ تمام دكتور، اتفضل. مش بتقول هنا قصه معناها قصه حياه اللي بتتكلم عنه بناء وهدم، هنا بناء وهدم بناء وهدم، يعني ايه بناء وتفسير؟ صح كده معناه ان هم بس هنا انا بقول لك الهدم بتاع هنا عايز افهم منه معنى واحد، ان لما بهدم بطلع هنا ايه؟ اي تي بي، ولكن لما بهدم هنا مش بطلع اي تي بي، انا بهدم هنا بغرض التخلص من الحاجه دي. يعني ايه؟ يعني انا عندي نيوكليوتيدات زياده، اعمل ايه عشان اتخلص منها؟ اكسرها واشوف هتخلص من التكسير ده ازاي، فاهمين كده؟ عشان بس ما تخلطوش، يعني انا مش هطلع طاقه غير منين؟ من الثلاث حاجات دول. سهل الكلام ده؟ سهل كده؟ كده الكيمياء كلها، كيمياء سنه ثانيه كلها. طيب طبعا الميتابوليزم مليان حاجه اسمها باثويز. يعني ايه كلمه باثوي بقى؟ او كيميكال او بايوكيميكال باثوي. خلينا برضو ايه نحط البتاع دي كده علشان نشرحها ونفهم السكيم بتاعها. يعني احنا النهارده هناخد سكيمات او اساسيات علشان كل ما نمشي يبقى احنا عارفين احنا ماشيين ازاي، ماشي؟ يعني كده دلوقتي فاهمين الكيمياء بتاعت سنه ثانيه كلها؟ في شابتر كده مش مفهوم؟ ده على فكره الكيمياء كلها، سهله ولا صعبه بقى؟ جميله خالص، امال ايه الاشعاعات اللي طالعه دي؟ اشعاعات صح؟ ده احنا خلصناها في كام؟ في 10 دقائق يا جدعان، الكيمياء الثانيه كلها خلصت في 10 دقائق. ماشي. هناخد دلوقتي حاجتين، بص كده. الثلاث شباتر دول في شابتر وراهم كده اسمه انتجريشن اوف ميتابوليزم. انتجريشن يعني تداخل الميتابوليزم، هو ما بيتشرحش ولكن بيفهم من سياق الثلاثه شابتر، يعني هو تجميع للثلاثه شابتر. فاهمين بقول ايه؟ طيب انتجريشن. فاذا الثلاثه شابتر دول طبعا لهم علاقه ببعض، ايه اللي بيجمع العلاقه بتاعتهم او علاقتهم ببعض؟ ان هم ايه؟ لما بعمل لهم كاتابوليزم هم كل اللي بيطلعوا مين؟ الاي تي بي، والاي تي بي بيطلع في مسار واحد. يعني ايه في مسار واحد؟ يعني هنفهم دلوقتي. يعني انت مثلا لما تاكل كربوهيدرين او تاكل ليبيد او تاكل بروتين، جسمك او الخليه بتاعتك ما بتاخدش الكربوهيدرات كده من اولها لاخرها وتطلع منها طاقه، او الليبيد من اوله لاخره وتطلع منه طاقه، او البروتين من اوله لاخره وتطلع منه ايه؟ طاقه. لا، هي مش فاضيه ان هي تعمل باسويز ومعادلات كتير لكل حاجه، صح ولا لا؟ تجمعهم في اول خطوه وتطلع ماده واحده بس، والماده دي تكمل بيها لغايه لما نطلع مين؟ الطاقه. فاهمين الكلام ده؟ يبقى الثلاثه دول بيمشوا مع بعض في الكاتابوليزم زي ما هنشوف دلوقتي، ماشي؟ فاهمين كده الكلمتين دول؟ الكلمتين دول مهمين جدا، وهناخد وراهم شابتر اسمه انتجريشن احنا اللي هنشرحه وهنفهمه، يعني ده بيثبت الايه؟ الثلاثه دول، ماشي؟ تمام. طيب يبقى لا، هو موجود في الكتاب بس ما بتشرحش او ما بيجيش منه اسئله. احيانا بيجي عند البنات يقول لهم احنا زودنا شابتر، فالبنات ايه يتخضوا، ده زودوا شابتر كمان فوق ال 10 شباتر اللي عليه. ما هو اصلا شابتر عباره عن تجميع، ما هو ما فيهوش كلمه جديده، فاهمين؟ بس يعني واحنا بنراجع، يعني تخيل الكربوهيدرات والليبيد والبروتين ان شاء الله هنراجعهم في محاضره واحده كلهم، هنوصل لمرحله ان احنا نراجعهم في محاضره واحده، اللي هو شابتر اسمه ايه؟ انتجريشن او تداخل. دلوقتي هنعرف اللي هي التجميعة دي. بص، تجميعة كام شابتر بقى؟ اللي هو الانترودكشن، اللي هو البايو انرجيتك موجود في الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي، والكربوهيدرات والليبيد والبروتين والانتجريشن ان شاء الله، ماشي؟ طيب يبقى انا كده ان شاء الله هبدا بكام حاجه؟ حاجه اسمها كربوهيدرات وليبيد وايه؟ وبروتين. انا دلوقتي رايح اعمل ايه؟ هقول لكم السكيم اللي هنمشي بيه في الشباتر دي كلها. يعني كل شابتر احنا يعني التلاته دول زي بعض بالظبط، حتى تفتح الكتاب كده تلاقي نفس الايتمز الموجود، ماشي؟ طيب في البدايه بيتكلم عن حاجه اسمها انترودكشن في الشابتر نفسه. انترودكشن ده بيرغي شويه في اللي هو سنه اولى، يعني الكربوهيدرات دي موجوده في ايه والكلام ده كله، مش مهمه خالص، مش موجوده اصلا، يعني ما لهاش اي وجود عندنا، ماشي؟ طيب بعد كده لازم يتكلم عن حاجه مهمه، اللي هي اول حاجه مهمه يتكلم عنها، وهي حاجة اسمها دايجيشن. حاجة اسمها ايه؟ دايجيشن.
دي هتلاقيها في الثلاث شباتر. طيب الدايجيشن هنا هدفها ايه؟ هدفها ماشي مع هدف الكاتابوليزم، انا هكسر اي كربوهيدرات هاكلها الى ابسط حاجه ممكن تتخيلها في الكربوهيدرات، اللي هي مين؟ الوحده البنائيه المونوساكرايد. وهو راح محول كل المونوساكرايد الى واحد بس اللي هو اكيد مين يعني؟ الله ينور عليكم، اللي هو الجلوكوز. اللي هو مين؟ الجلوكوز. يبقى الدايجيشن هنا هدفه ان انا اوصل بالحاجه الى ابسط حاجه فيها اللي هي مين؟ مثلا في الكربوهيدرات مين؟ جلوكوز او المونوساكرايد، وكلهم بحولهم الى جلوكوز. طيب الليبيد فاتي اسيد، الله ينور عليك، مش جلوكوز. طيب البروتين امينو اسيد، صح ولا لا؟ تمام. واشوف ايه هنا بقى في الدايجيشن، لو في اي خلل في الدايجيشن بتاع اي حاجه من الحاجات دي اكيد هينتج عن الخلل ايه بالظبط كده؟ ديزيز. لو سمحت يا جماعه لما تجاوبوا يعني واحد بس يجاوب، بلاش يعني بلاش كده وخلاص، ماشي؟ واحد بس يرفع ايده كده ويتفضل يجاوب، ماشي؟ سامع الدوشه؟ دوشه رهيبه، مش هينفع نشتغل في الدوشه دي بعد سنوكل. طيب يبقى دلوقتي ابسط حاجه جبناها مين؟ الجلوكوز. ولو في خلل في اي دايجيشن في الدايجيشن كله بتاع الكربوهيدرات هينتج عنه ايه؟ ديزيز، صح ولا لا؟ يبقى لازم حضرتك تاخد الايه؟ الديزيز ده. انت اصلا المفروض تسال، او المفروض لما انا مثلا اقول يا جماعه احنا النهارده هنشرح الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات، يبقى انت مستني كده تقول يا رب يكون في ايه؟ خلل، علشان يكون في ايه؟ ديزيز. ولما اقول الديزيز انت تفرح ولا تزعل؟ تفرح ليه؟ ولا اللي يقول تزعل هيزعل ليه؟ لا، المفروض تزعل جدا يا جماعه، المفروض تفرح جدا بغض النظر انت هتتعاطف مع الديزيز، بس لازم تفرح جدا. ليه هتفرح؟ لان انت دلوقتي بتشوف سؤال امتحان، صح ولا لا؟ سؤال امتحان، ما هو الديزيز ده سؤال امتحان، يعني 100% هيجي في الامتحان بنسبه 100%، يعني مش هتعدي غير لما ايه؟ تتسال فيه. فانت قاعد كده تشوف الدايجيشن، ايوه هيجي ان شاء الله ايه؟ ديزيز، ايوه ان شاء الله الديزيز ده لازم احفظه، عشان ايوه لازم هكتبه كده كده في الامتحان، صح ولا لا؟ تمام. طيب احنا كده خلاص في الانتستين اهو، وهضمنا الجلوكوز والفات اسيد والامينو اسيد، خلاص طلعناهم يعني. هينفع استفيد بيهم هم في الانتستين ولا لازم احطهم في الجنرال سيركيوليشن في الدم يعني؟ لازم يروحوا فين؟ يبقى اعمل عمليه اسمها ايه؟ ابزوربشن، بالظبط كده. يبقى لازم اعمل حاجه اسمها ابزوربشن، صح كده؟ يبقى ده هناخده في كل الشباب. طيب بعد الابزوربشن، معنى اصلا كلمه ابزوربشن يعني ان انا جبت الحاجه من مكانها الى الجنرال سيركيوليشن، تمام. طيب بعد كده بناخد حاجه في الشابتر اسمها فيت. اسمها ايه؟ فيت. يعني ايه فيت؟ مصير. والفيت عندي في كل الشباتر يا انابوليك يا ايه؟ يا كاتابوليك. انابوليك ده هناخده بكل شابتر بقى لوحده، كل حاجه لها حاجه لوحدها، صح؟ والكاتابوليك اللي هيمشي في الطريق اللي انا ايه؟ عايزه من ساعتها اصلا، انا اصلا داخل سنه ثانيه علشان اطلع مين؟ الاي تي بي. سهل الكلام ده كده؟ يبقى اول حاجه هتقسمني الشابتر ونخلص بيها الشابتر حاجه اسمها ايه؟ فيت، يا انابوليزم يا كاتابوليزم. طيب تعالوا بقى، فاهمين كده الكلام ده؟ طيب وده كده اول حاجه فعلا في اللي هو التجميعه بتاعه الكاتابوليزم، او التجميعه بتاعه استخراج مين؟ الاي تي بي، او اللي هو الشابتر اسمه بايو انرجيتيك. معايا الناس فاهمه ولا فاهمين؟ والله الكلام سهل ولا سهل؟ سهل. طيب بعد كده بقى احنا اتفقنا على ايه؟ يبقى دي كده الخطوه رقم واحد، ان انا اعمل دايجيشن وابزوربشن عشان اوديهم الدم، صح؟ احنا اتفقنا ان الخليه يا جماعه مش هتفضل تعمل بسوي كتير مثلا للكربوهيدرات لوحدها والليبيد لوحدها والبروتين لوحدها لغايه لما توصل للطاقه، يعني مش هتفضل تمرح حرق في الجلوكوز لغايه لما تجيب اي تي بي، وتروح هنا تجيب الفاتي اسيد تفضل تعمل فيها عمليات كتير جدا علشان تطلع منه لوحده مين؟ اي تي بي، وتروح للامينو اسيد عشان تطلع اي تي بي، صح ولا ايه؟ لا، الخليه مش هتعمل كده. الخليه تقول ايه بقى؟ يعني الجلوكوز يروح يتحرق تقول له لا مش هحرقك لوحده، الفاتي اسيد يروح يتحرق مش هحرقك لوحده، فتقول لهم روحوا اتفقوا على مادة واحدة. اتفقوا على ايه؟ على مادة واحدة. مادة واحدة كلكم كده اتفقوا على مادة واحدة بس انا اكمل بيها الطريق بتاعي اللي هو مين؟ الاي تي بي. اصل انا مش فاضية كل شوية امسك حاجة لوحدها واوصل بيها للكلام ده، صح ولا لا؟ طيب المادة دي اسمها ايه؟ لازم الكلام ده، بصوا ده بطل عندنا السنة دي،
حاجه اسمها اسيتايل كو اي، حاجه اسمها اسيتايل كو اي. اللي ما يعرفش اسيتايل كو اي ان شاء الله هنعرفه مع بعض يعني ان شاء الله. هو اسيتيك اسيد ومعاه مجموعه اسمها كو اي. اسيتيك اسيد ومعاه مجموعه ايه؟ كو اي. يعني كم كربونه الاسيتيك اسيد؟ 2. الله ينور عليك. كم كربونه؟ 2. تمام كده. يبقى مين الماده المجمعه بقى اللي هنروح نجيبها علشان نكمل بيها؟ الاسيتايل كو اي. احنا كده بنتكلم في الكاتابوليزم بتاع الثلاث شباتر. تمام. طيب يبقى الخطوه رقم 2 في الكاتابوليزم او في طريق الاي تي بي حاجه اسمها فورميشن اوف مين؟ الاسيتايل كو اي. تمام. طيب هل الجلوكوز كده هيطلع اسيتايل كو اي على طول، والفاتي اسيد هيطلع اسيتايل كو اي على طول، وده هيطلع كده على طول، ولا لازم يكون في باسويز في النص؟ هيكون في ايه؟ باسويز في النص. يعني مثلا هنا بنطلعه من حاجه اسمها جلايكوليسيس عن طريق تو باسويز. يعني طبعا الكلام ده جنرال لسه ما خدناش اي حاجه. طيب يبقى الباسوي رقم 1 هنا حاجه اسمها جلايكوليسيس. حاجه اسمها ايه؟ جلايكوليسيس اللي هو اوكسيديشن اوف جلوكوز او حرق الجلوكوز. معايا كده؟ طيب رقم 2 بقى الباسوي اللي بعده الجلايكوليسيس دي بتطلع لي حاجه اسمها بايرو فيت. حاجه اسمها ايه؟ بايرو فيت. الباسوي رقم 2 ان انا احرق البايرو فيت الى اسيتايل كو اي. الى مين؟ اسيتايل كو اي. يبقى انا هدفي اول ما ادخل شابتر الكربوهيدرين اول حاجه اعمل لها ايه؟ دايجيشن، وبعدين ابزوربشن. في خلل اقوم رايح واخد مين؟ الديزيز. وافرح علشان ده ايه؟ سؤال في الامتحان. واقوم رايح جايب الجلوكوز فادخل بيه حاجه اسمها جلايكوليسيس، وبرضه ده باسوي ممكن يحصل فيه خلل زي ما هنشوف دلوقتي قواعد الباسوي. ولو في خلل برضه هيبقى فيه ديزيز، وافرح برضه صح؟ علشان برضه الديزيز ده ايه؟ 100% في الامتحان. وبعد كده في باسوي تاني اسمه اوكسيديشن اوف بايروفيت الى اسيتايل كو اي. وبعد كده هناخد الكلام ده، هناخد الكلام ده 3 مرات في كل شابتر، ولا هناخده مره واحده في الكربوهيدرات وكل بعد كده هنقف لغايه هنا؟ هناخد مره واحده بس في الكربوهيدرات وبعد كده هنقف لغايه هنا، صح ولا لا؟ تمام. طيب هنا في الليمت هنعمل نفس الكلام ونوصل لباسوي بقى هنا اسمه بيتا اوكسيديشن. حاجه اسمها ايه؟ بيتا اوكسيديشن. بيتا يعني عن الكربون رقم بيتا، يعني هعمل اوكسيديشن واطلع كربونتين واحط عليهم كو اي، هيبقى اسمهم ايه؟ اسيتايل كو اي. يبقى انا بجيب الاسيتايل كو اي من الفاتي اسيد بعمليه اسمها ايه؟ البيتا اوكسيديشن. ده برضه باسوي وبرضه مليان انزيمات، وبرضه لو حصل اي خلل في اي انزيم هيعمل ايه؟ ديزيز. وساعتها اول خطوه اعمل دايجيشن وابزوربشن. اول خطوه. تاني خطوه اعمل ايه؟ فورميشن اوف اسيتايل كو اي. طيب انا عايز ايه من الاسيتايل كو اي؟ بصوا يا جماعه هناخد بس كده حاجه بره كده اعرفكم بس الطاقه دي اصلا بتيجي ازاي وبعدين اجي هنا. ماشي. الطاقه اصلا في الجسم بتيجي ازاي؟ عارفين حاجه اسمها هيدروجين؟ عارفين الهيدروجين والله؟ طيب الهيدروجين ده مكون من ايه؟ من حاجتين. الله ينور عليك. من حاجتين صح؟ دي ذره الهيدروجين مكونه من ايه؟ اللي هم مين؟ ايوه بروتون وايه؟ الكترون. صح ولا لا؟ تمام. طيب عارفين حاجه اسمها اكسجين؟ الاكسجين. تمام. طيب الهيدروجين ده مكون من الحاجتين دول. بص مبدئيا كده الالكترون ده غالبا يعني بيكون ماسك مع مين؟ مع البروتون، عاملين ذره الهيدروجين صح؟ طيب البروتون ده اقل حاجه ارتباطا بالالكترون، يعني لو جيت خدت منه الالكترون كده هيسيب على طول. يعني عادي خد اهو، يعني مش هتخانق معاه، مش هدافع يعني، فاهم؟ يعني انت تيجي تقول لي، حتى لو قلت لك مثلا انت جيت قلت لي هات الالكترون بس، بعدين قلت لك لا هات الالكترون هديه لك على طول، يعني في ثانيه. طيب الاكسجين ده اقوى الكترون اكسبتور، يعني ده جاذب جدا لمين؟ للالكترون، فاهمين كده؟ طيب والهيدروجين ده مستواه، الهيدروجين نفسه مستواه عالي في الطاقه ولا قليل؟ الهيدروجين يا جماعه يعني مثلا قنبله هيدروجينيه عاليه، يعني حاجه عاليه قوي صح ولا ايه؟ تمام. يبقى الهيدروجين ده في مستوى عالي من الطاقه صح؟ والاكسجين مش في مستوى عالي، في مستوى ايه؟ منخفض من الطاقه. الكلام ده على بال بس ما ناخد الكلام فعليا يعني. ماشي؟ طيب احنا بقى بنجيب الطاقه ازاي؟ الاي تي بي ازاي؟ ركز عشان الكلام ده مهم جدا. بنجيب الطاقه، عارفين طاقه الوضع وطاقه الحركه والكلام ده؟
طيب فرق انتقال الالكترون من الهيدروجين الى الاكسجين بينتج عنه طاقة. بينتج عنه ايه؟ طاقة. صح ولا لا؟ مش هي طاقة كده طاقة وضع يعني والطاقة لا ايه؟ لا تفنى ولا ايه؟ ولا استحدث من صح؟ من ايه؟ من العالم. تمام. يبقى الطاقة دي او لما الحاجة تقع من فوق لتحت كده هينتج عنها طاقة صح؟ طيب الطاقة اللي نتجت عن الكلام ده هي اللي هتمسك الـ ADB مع فوسفاتاية فتطلع مين؟ ATP. حد فاهم حاجة؟ طيب الكلام ده طبعا اسمه ريسبيراتوري شين هناخده او ده في الشابتر الاولاني بس ده كده من بره قوي يعني ماشي؟ طيب تاني الهيدروجين هو اللي ماسك الالكترون ودول في مستوى عالي من الطاقة. لو الالكترون وقع كده من الهيدروجين لاقوى اكسبتور اللي هو الاكسجين هينتج عن الوقوع ده ايه؟ طاقة. الطاقة دي كافية ان هي تمسك الـ ATP مع فوسفاتاية. يبقى انا كده عملت الحاجة اللي انا عايزها اللي هي مين؟ ATP. صح ولا لا؟ طيب ايه علاقة الكلام ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ حد هيسأل كده صح ولا ايه؟ طيب احنا هدفنا نروح نجيب مين بقى؟ الهيدروجين عشان نعمل العملية دي صح ولا لا؟ فاهمين الكلام ده؟ تمام. نعمل العملية دي في ايه بقى؟ في حاجة اسمها كريبس. احنا اول عملية اللي هي نجيب مين اصلا؟ الهيدروجين. من حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ كريبس سايكل. صح ولا لا؟ يبقى انا داخل كريبس ليه؟ هدخل بالاستاركو ايه؟ كريبس ليه؟ علشان اجيب مين؟ الهيدروجين. محمولا على الهيدروجين كاريرز. هل ينفع الهيدروجين ده يمشي لوحده؟ ما ينفعش، لازم يجي على مين؟ على هيدروجين كاريرز اللي هم كانوا مين؟ بالظبط اللي هو الناد هيبقى ناد اتش بلس ايه؟ اتش او الفاد اتش ايه؟ 2. يبقى انا داخل بلاستيركو ايه الى كريبس علشان اطلع الهيدروجين محمولا على الهيدروجين كارير. يبقى انا وظيفتي ان شاء الله لما اقول النهارده درس كريبس يبقى احنا اصلا عارفين ان احنا داخلين كريبس عشان نعمل ايه؟ هنعد كام نادي اتش طلع وكام فاد اتش 2 طلع علشان بعد كده هنروح نجيب منهم طاقه صح ولا لا؟ تمام. يبقى رقم 3 او الخطوه رقم 3 ان انا اطلع مين؟ الهيدروجين بس كده صح؟ تمام. طيب اعمل ايه بقى لما جبت الهيدروجين؟ انا عايز ازحلق الهيدروجين في مستويات الطاقه علشان اعمل ايه؟ علشان اطلع الاي تي بي صح ولا لا؟ بص هنعملها في عمليه لها كذا اسم كده. بص كده ركز في الاسم ده. مش لو انا حطيت اكسجين على الالكترون هيبقى اسمها اوكسيديشن؟ طيب لما انا بحط فوسفيت على الاي تي بي مش اسمها فوسفوريليشن؟ طيب الحاجات دي بتحصل في عمليتين ولا عمليه واحده قدامك ايه؟ في نفس الايه؟ نفس الاحداث صح؟ يبقى بعمل اوكسيديشن وفوسفوريليشن صح؟ يبقى اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن صح ولا لا؟ اوكسيداتيف ايه؟ فوسفوريليشن. تمام ده كده اسم اركنه على جنب ماشي؟ طيب مش انا بنقل الالكترون وخلي بالك انا بنقل الالكترون هنا في مستويات الطاقه يعني سلسله من مستويات الطاقه صح؟ بفضل ايه؟ اعمله كده يبقى اسمها الكترون ترانسبورت ايه؟ تشين. السلسله اللي بنقل فيها الالكترون من مستوى الى مستوى اخر صح؟ يبقى اسمها الكترون ترانسبورت تشين. فاهمين الاسم ده ليه؟ علشان بنقل الالكترون من ايه؟ من مستوى لمستوى. طيب اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن ليه؟ علشان بعمل كام عمليه؟ عامل اوكسيديشن وفوسفوريليشن صح كده؟ هل في اسماء ثانيه؟ اه بص الاكسجين ده اللي هو جاي منين؟ الاكسجين جاي منين يا جماعه؟ من الهواء. اي بالظبط من الهواء. اجابه صحيحه والله اجابه صحيحه. تكسب معانا مش عارف هتكسب ايه بس هتكسب معانا. الاكسجين ده اللي هو ده اللي داخل اصلا علشان مش دي الطاقه؟ احنا ما بنتكلمش كلام خيال علمي، الكلام ده اللي احنا عايشين بيه اصلا. احنا بنعمل كده عشان ايه؟ علشان الاكسجين يدخل ويروح يعمل العمليه دي فبنطلع اي تي بي ونعيش صح ولا لا؟ اصلا احنا بنتنفس ليه؟ عشان العمليه دي صح ولا لا؟ معايا ولا ايه؟ ولا مع الناس تانيين؟ ماشي. يبقى دي اسمها ريسبيراتوري وبيحصل فيها تشين يبقى اسمها ريسبيراتوري ايه؟ تشين. يبقى العمليه دي كده لها كام اسم؟ ثلاث اسماء اللي هي ريسبيراتوري تشين ريسبيراتوري تشين او الكترون ترانسبورت تشين او اوكسيداتيف فوسفوريليشن او ايه؟ اوكسيداتيف فوسفوريليشن. دول الثلاث اسماء. داخلين العمليه دي ليه؟ علشان ناخد الهيدروجين اللي كنا مطلعينه من كريبس ونيجي هنا نزحلقه في مستويات الطاقه ونطلع منه ايه؟ اي تي بي صح ولا لا؟ يبقى احنا كده طلعنا اي تي بي ولا ما طلعناش؟ طلعنا صح ولا ايه؟
طيب يبقى الخطوة الرابعة formation of mean ATP وهو المطلوب ايه؟ إثبات. كده المعادلة اتحلت صح؟ طيب في حاجة صعبة في الكلام ده؟ كل الخطوات كده دكتور بس الخطوات اول حاجة لازم اعمل digestion و absorption. احنا كده بنتكلم في خطوات ايه اصلا؟ خطوات الكاتابوليزم بتاع كل الشباتر او اللي هم التلاتة يعني اللي هو كربوهيدرات وليبيدو بروتين علشان رايح اجيب ايه؟ ATP اللي هو الطاقة صح ولا لا؟ طيب يبقى اول خطوة لازم اعمل digestion عشان اجيب ابسط وحدة ممكنة اللي هي هنا الجلوكوز فاتي اسيد و امينو اسيد. لازم امتصهم من الانتستين واحطهم في الجنرال سيركيليشن بعملية اسمها absorption. الخطوة الثانية اعمل formation of acetyl CoA. ايه الاسيتايل CoA؟ دي العملة الوحيدة القابلة للحرق داخل الخلية صح ولا لا؟ انتم ملاحظين ان احنا في كل شباتر طلعنا اسيتايل CoA والاسيتايل CoA هو اللي كمل لغاية الـ ATP. اصل الخلية مش فاضية، مش هتفضل تعمل لك هنا بصوي وهنا بصوي وهنا بصوي، لا روح انتم مع بعض كده وجمعوا وبعدين ايه هاتولي صح ولا لا؟ طيب لو انتم فاكرين الكلام ده كان بيحصل فين؟ كريبس وريسبيراتوري تشين كان بيحصلوا فين؟ فين الانترا سيلولار لوكيشن؟ في الميتوكوندريا صح ولا لا؟ الميتوكوندريا. يبقى احنا كده الميتوكوندريا ما فيهمش او ما فيهاش غير العمليتين دول، ما فيهاش الكلام ده صح ولا لا؟ فتقول لك ايه لا وانت بره الميتوكوندريا روح اعمل كل الحاجات دي وبعدين هتقول الاسيتايل كو ايه دخله لي وانا احرقه لكم صح ولا لا؟ فاهمين كده؟ حد تاه ولا حاجه يا دكتور؟ يعني الخطوات اللي قبل الاسيتايل كو ايه مختلفه اما اللي بعد الاسيتايل كو ايه كلها واحده. انا هاخدهم مره واحده في الترتيب الطبيعي. فهمتوا ليه انا مش هبدا بالباي انرجيتكس؟ ما ينفعش ابدا بالريسبيراتوري تشين وانت ما تعرفش اصلا هي موقعها فين في المنهج او هي فايدتها ايه. انا مش هبدا بكده. حد معايا؟ انا هبدا ازاي بقى؟ حد شايف انا هبدا ازاي؟ وهنخلص قبل الامتحان برضه ان شاء الله. فاهمين هبدا ازاي؟ حد يعرف انا همشي ازاي؟ هناخد الكربوهيدرات على طول. اول حاجه الكربوهيدرات. هم رايحين واخدين دايجيشن وايه؟ وابزورشن وفيت. الفيت ده اللي هنخلص بيه الشابتر صح؟ الفيت فيه كاتابوليك وفيه هناخد الكاتابوليك. هم رايح عامل عمليه اسمها ايه؟ جلايكوليسيس. محتاج مين؟ فهم رايح جايب من البيروفيت خلاص هطلع البيروفيت بالجلايكوليسيس. وهم رايح واخد البيروفيت في بصوي تاني درس تاني يعني. هم رايح جايب من البيروفيت ايه؟ ماشي كده الدرس رقم ثلاثه صح؟ درس رقم اربعه بقى مين؟ كريبس. الدرس اللي بعده ريسبيراتوري تشين. يبقى احنا كده خدنا البايو انرجيتك في النص مع الكلام ده. مش هروح بقى في البدايه اقول لك الريسبيراتوري. طب انت اصلا تعرف احنا طلعنا الكلام ده ازاي؟ تمام بس كده ده اللي انا عايزكم ايه توصلوا. ماشي انت فاهم ازاي يعني فاهم ليه احنا بنبقى اول محاضره في البايو انرجيتك كده بنبقى بعدين كده عايز ايه؟ مع انه يعني بص لما هناخدهم بالترتيب ده هتلاحظوا مدى تفاهة الموضوع ان شاء الله يعني. انما لما ناخد دي رقم واحد هتلاحظوا مدى صعوبة الموضوع. ماشي؟ طيب بالنسبة للبنات بقى الهرمون ده محاضرتين هناخدهم احنا غير الولاد. ماشي؟ طيب عايزين ايه تاني؟ ده كده يا جماعة اسكيم المنهج كله ان شاء الله يعني والثلاث شباتر دول. اسكيم الحاجات التانية اللي هو النيكلوتايد والهيم والكلام ده هنعمل سينسز اوف كذا وايه وكاتابوليزم او بريك داون اوف كذا. بس ده بصوي وفي امراض وده بصوي وفي ايه امراض. بصوا يا جدعان هناخد بس يعني ايه هقول لكم يعني ايه بصوي علشان واحنا اللي ماشيين نستريح. ماشي؟ طيب يعني ايه بصوي بقى؟ بصوي الله ينور عليك احب الناس اللي ما شاء الله يعني انت مذاكر الموضوع ده ولا؟ طيب بصوي يعني سلسله من التفاعلات صح؟ يعني عندي مثلا اول ماده نسميها مثلا سبستريت واحد. طيب سبستريت واحد طبعا سبستريتس ممكن ماده 2 3 4 عادي ماشي ادخل مع بعض ده كده في البدايه. يوم راح داخل عليهم مين؟ انزيم صح ولا لا؟ باول انزيم في البصوي اهو اللي هو انزيم رقم ايه؟ واحد. فيطلع لي سبستريت رقم ايه؟ اثنين. دي كده معادله صح ولا لا؟
لما تعمل سلسلة يبقى اسمها ايه؟ باسوي. سلسلة بقى مع بعض. ده المفروض يكون اسمه برودكت لو هي معادلة واحدة صح؟ ولكن انا سميته هنا ايه؟ سبستريت 2 فيدخل على مين؟ النظام رقم 2 فيطلع ايه؟ سبستريت مثلا 3 صح ولا لا؟ وهكذا 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 لغاية مثلا ادي انزايم رقم ايه؟ 3 لغاية لما ناخد حاجة اسمها اند برودكت. هنا بسميه اند برودكت ليه؟ لان باسوي صح؟ انا عندي المفروض كام برودكت في الباسوي على حسب بقى عدد المعادلات صح ولا لا؟ ولكن الاخير هنا بسميه ايه؟ اند ايه؟ برودكت اللي هو السبستريت رقم 4 ده يبقى اسمه ايه؟ اند برودكت. وده كده اسمه السبستريت او سبستريت عادي يعني خالص صح ولا لا؟ طيب امال الحاجات اللي في النص دي بسميها ايه؟ يعني السبستريتس اللي في النص صح كده؟ السبستريت اللي في النص بسميهم ايه؟ بسميهم انترميديت. انتر ايه؟ انتر ميديان سبستريتس ماشي؟ بسميهم الحاجات اللي في النص. هم فعلا الحاجات في النص وانا بسميهم ايه؟ الحاجات اللي في النص. يبقى ده كده اند برودكت وده سبستريت عادي واللي في النص انتر ميديان. حلو انتر ميديان دي؟ جميل. ملحوظه يعني انا خطي يعني طول السنه بيتسمع بس ما بيتقليش ماشي؟ يعني لو ما قلتوش ارجوك ما تحرجنيش. تقول لي ايدي وتبص لي بنظره كده ايدي تعمل لي كده. انا عارف ان خط وحش مش يعني مش عايز حد ياكد لي على المعلومه دي ماشي؟ طيب الانزيم ده مهم جدا. ده كده اسمه الكي انزيم. اسمه ايه؟ كي انزيم. ليه كي انزيم؟ عشان هو الانزيم المفتاح. مفتاح ليه؟ للباسوي صح ولا لا؟ يعني ده لو مش موجود مفيش حاجه هتحصل. ده لو موجود الباسوي كله ايه؟ هيحصل. فاهمين الحته دي؟ يبقى ده اسمه الايه؟ الكي انزيم. غالبا الكي انزيم له شويه خصائص كده. غالبا بيكون الرياكشن بتاعه الريفيرسبل. غالبا يعني بيكون ايه؟ الريفيرسبل. عشان اقدر اعمل عليه ريجوليشن او علشان يقدر ايه الموضوع ماشي بنفس الطريق يعني. فاهمين ازاي؟ يعني يكون رايح اتجاه واحد. فبسميه مين؟ الكي انزيم. الكي انزيم ده فايدته ان هو ده اللي بعمل عليه حاجه اسمها ريجوليشن. حاجه اسمها ايه؟ ريجوليشن. يعني ايه ريجوليشن؟ يعني مش ده جسمك كله زي ما احنا شايفين كده كله والطاقه وموضوع الطاقه كلها ماشيه بحاجه اسمها ايه؟ باثويز صح؟ كله باثويز. طيب هل احنا دلوقتي بنعمل كل الباثويز اللي احنا اتكلمنا عنها في الرسمه اللي فاتت؟ ولا في باثويز تشتغل وباثويز ثانيه ايه؟ تقف صح ولا لا؟ حتى على الاقل يا جدع الانابوليك باثويز لما يشتغلوا 100% الكاتابوليك باثويز ايه؟ هيقفوا. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا عم. الحمد لله على السلامه. ماشي؟ صح كده ولا لا؟ فلازم جسمك يعمل حاجه اسمها ايه؟ ريجوليشن. يعني امتى اوقف ده وامتى اشغل ده. تمام. الكلام ده بيحصل عن طريق مين؟ عن طريق الريجوليشن على الكي انزيم. هطلع الكي انزيم يبقى انا عايز الباسوي ده يشتغل فيشتغل. اوقف الكي انزيم فانا عايز الباسوي ده ما يشتغلش فما يشتغلش صح ولا لا؟ مين اللي بيعمل الريجوليشن؟ خلي بالك بالظبط. الكي انزيم هو اللي بيحصل عليه الريجوليشن. مين بقى اللي هيعمل للكي انزيم ريجوليشن؟ الكلام ده هناخده طول السنه. الكلام ده أنا خلي بالك الكي انزيم بتاع اي باسوي في الدنيا حفظ صح؟ واضح صح ولا ايه؟ ليه؟ عشان حاجه مهمه صح؟ تمام. هنعمل عليه حاجه اسمها ريجوليشن صح ولا ايه؟ وعندي كذا نوع من الريجوليشن اديكم بس امثله وبعدين هنحفظهم بعد كده. طبعا انت اول ما تشوف باسوي عليكم السلام اول ما تشوف باسوي تفرحوا ولا تزعلوا؟ نفرح. ليه نفرح؟ عشان هيجي في الامتحان. فانت شايف ايه؟ شايف يعني امتحان قدامك يعني هتعمل ايه؟ لازم تذاكره صح ولا لا؟ تمام. وخصوصا كلمه ريجوليشن دي يا جماعه، كلمه ريجوليشن دي بنسبه 100% امتحان. يعني انت اصلا هتلاقي اخر السنه الامتحان جاي عباره عن ايه؟ ريجوليشن اوف كذا، ريجوليشن اوف كذا، ريجوليشن اوف كذا، ريجوليشن اوف كذا. اربع خمسه بس اربعه او خمسه مثلا. من الاربع شباتر اللي هنا سينسز اوف كذا، سينسز اوف كذا. كاتابوليزم اوف كذا، كاتابوليزم اوف كذا. لا فين انت مستعجله ليه؟ كل الام سي كيو برضه كل الام سي كيو او اصعب ام سي كيوهات موجوده فين؟ في الكي انزايمز. فلما نفهمها يبقى كده ان شاء الله الام سي كيوهات ايه؟ وفي الريجوليشن كمان ماشي كده؟ تمام ان شاء الله. نكمل الامتحانات بقى بايه؟ بالديزيزز
صح ولا لا؟ الديزيز ده سببه ايه؟ بس هنا كده يبقى ده الامتحان اصلا بتاع الكيمياء. طيب الريجوليشن اول حاجه واهم حاجه حاجه اسمها هرمونال ريجوليشن. ان شاء الله هنتكلم عن الريجوليشن بالتفصيل في اول ريجوليشن تقابله، وهنثبت فيها حاجات يعني سكيمات كده نمشي بيها طول السنه. تحل بقى ايه ريجوليشن ان شاء الله يعني نفهمها كويس قوي ان شاء الله. يبقى اول حاجه هرمونال ايه ريجوليشن، عشان كده البنات بياخدوا الهرمون زين. الهرمون مهمه في الكيمياء ليه؟ عشان هي اللي بتعمل ريجوليشن للميتابوليك باسوي، صح ولا لا؟ هو مش حاجه كده وخلاص. تمام. بعد كده هناخد حاجه اسمها انرجي ريجوليشن. مش احنا اصلا هدفنا نطلع اي تي بي؟ طيب ولنفترض مثلا احنا ماشيين في باسوي اللي هو الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس ده رايح يجيب اي تي بي صح؟ طب افرض احنا جالنا اي تي بي كتير قوي لسه برضه عايزين؟ لا، يبقى عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل انهيبيشن للباسوي اللي بيجيب اي تي بي، صح ولا لا؟ ما انا بقى عندي اي تي بي كتير. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ تمام، يبقى في حاجه اسمها انرجي ريجوليشن، صح ولا لا؟ ريجوليشن بمين؟ بالطاقه. وجود الاي تي بي في جسمي يعني ان انا عندي اي تي بي كتير، صح؟ طب لو موجود عندي حاجه اسمها اي دي بي، يبقى انا كده عندي طاقه ولا ما عنديش طاقه؟ ما عنديش. ما انا عندي الاي دي بي اللي كان المفروض احط عليه فوسفاتايه واطلعه الى اي تي بي، صح ولا لا؟ يبقى انا كده جسمي يفهم ان انا ايه؟ ما عنديش طاقه، فيبدا يعمل ستيميوليشن لهذا البصوي، صح؟ دي حاجه اسمها انرجي ريجوليشن. طب لو لقيت اي ام بي في جسمي؟ يبقى برضه مفيش طاقه، ده انا عايز اعمل له فوسفوريشن مره وعايز اعمل له فوسفوريشن كمان مره، صح ولا لا؟ تمام. طيب في حاجه اسمها سبستريت ريجوليشن. سبستريت ايه؟ ريجوليشن. يعني ايه سبستريت؟ ولنفترض ان انا داخل اعمل بصوية اهو، مثلا جلايكوليسيس، ماشي؟ افرض مثلا ما عنديش جلوكوز وانا داخل اعمل جلايكوليسيس، ايه رايك في الموضوع ده؟ ينفع؟ ما ينفعش، لازم اصلا السبستريت تكون ايه؟ موجود. طيب نهايه بصوية الجلايكوليسيس حاجه اسمها بايروفيت، صح؟ افرض انا طلعت بايروفيت كتير قوي، يبقى انا لسه برضه عايز البصوي ده ولا مش عايزه؟ مش عايزه. يبقى البايروفيت برضه يروح يعمل ايه؟ فيدباك انهيبيشن او انهيبيشن، وهنعرف الانهيبيشن بعد كده عباره عن ايه، صح ولا لا؟ يبقى ده كده حاجه اسمها سبستريت ريجوليشن. دايما السبستريت لازم تعمل ستيميوليشن والبرودكت بتعمل انهيبيشن، صح ولا لا؟ حاجه سهله اهي. نوع كمان حاجه اسمها دراج. حاجه اسمها ايه؟ دراج. يعني مثلا عندي باسوي بيطلع كوليسترول كتير، الباسوي اللي هو بتاع اصلا بناء مين؟ الكوليسترول. طيب وانا الباسوي شغال، واحد عنده كوليسترول زياده في الدم، عايز برضه الكوليسترول يفضل شغال ولا عايز اوقف له الكوليسترول بتاعه؟ فاقوم رايح مديله دواء اوقف له مين؟ الكوليسترول، صح كده؟ دي كده انواع الايه؟ الريجوليشن. طبعا كل حاجه من الحاجات دي بتفزلكوا، طبعا احنا عندنا ايه الفزلكه في الكيمياء حلوه قوي. فمثلا هرمون لها اسم تاني، فبدل ما يسالك هرمون ريجوليشن مثلا تلاقي رئيس القسم قاعد كده يقول لك اقول لهم هرمون ريجوليشن مثلا اوف جلايكوليسيس، لا 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 ده كده احتمال ايه؟ احتمال يعرفوه، فهم راح حاطط لهم الايه؟ الاسم التاني ان شاء الله مش هيعرفوه، فاهمين؟ فنعرف الاسماء التانيه، كل ما اقول اي اسم تاني لاي حاجه حتى لو ما قلتش مهم نسيت مثلا اقول مهم، فانت اي اسم تاني تقول عليه ايه؟ مهم بينك وبين نفسك كده، علشان اكيد هيرخم ويسالك بيه، فاهم؟ يعني كده يعني، فاهمين ازاي؟ اي اسم تقريبا كل حاجه في المنهج لها اسم او اسمين كمان، يعني زي مثلا ريسبيراتور تشين، هي ريسبيراتور تشين ممكن في الامتحان يجي يقول لك اوكسيداتيف فوسفوريليشن وانا مش عارف الاسم التاني، فاهم؟ فهي نفس الحركه كده. طيب فاضل لنا 5 دقايق صح؟ ان شاء الله. فاهمين الكلام ده؟ فاهمين كده يا البصويز؟ البصويز فاهمين ولا ايه؟ ماشي طبعا اكيد ان شاء الله، يعني ايه؟ ان شاء الله فهمنا هنمشي ازاي، صح ولا ايه؟ تمام. يبقى الكربوهيدرات اول حاجه ناخدها بقى ان شاء الله حاجه اسمها لايجيشن، عشان المحاضره اللي جايه ان شاء الله تكون مهمه، اللي هي بدايه الابزوربشن والجلايكوليسيس على طول. الجلايكوليسيس تاخد محاضرين، يعني انتوا لو عايزين كمان اقول لكم المنهج كام محاضره وهنخلص امتى عادي مفيش مشكله ان شاء الله. ماشي. الكربوهيدرات اللي احنا بناكلها اللي هي عباره عن ايه؟ احنا بناكل ايه؟ يعني عيش رز بالظبط.
اللي هم بقى العيش والرز فيهم ايه؟ بوليساكرايد صح؟ غالبا بناخد بوليساكرايد او دايساكرايد. اللي هو البوليساكرايد اللي كان عباره عن ايه؟ طبعا الكلام ده مش موجود معانا بس عشان نتذكر يعني. اللي هو كان ستارش او جلايكوجين لو واخدين كبده او لحمه صح؟ جلايكوجين شويه جلايكوجين كده فاكرين؟ الجلايكوجين وايه؟ والدايساكرايد بقى يعني لو حاطين سكر في الشاي اللي هو كان سكروز صح ولا لا؟ سكروز او لو مثلا واكلين فاكهه فهيبقى ايه؟ فروكتوز او لو شاربين شعير هيبقى ايه؟ ملتوز صح؟ فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ او شويبس او شويبس برضه عادي نزلت شعير صح كده؟ تمام ده كده الكربوهيدرات اللي احنا ممكن ناكلها. محدش بقى يقول لي رز ومكرونه ومعرفش ما هو في الرز والمكرونه برضه اكيد في حاجه من الحاجات دي صح؟ يعني مثلا شجره المكرونه بتطلع ايه؟ ستارش زي شجره الرز بالظبط تمام؟ ماشي تعالوا بقى نعمل دايجيشن. الدايجيشن زي كان مكتوب كده في ظهر كتاب الوزاره بتاع ايام زي بتاع الابتدائي امضغ الاكل ايه؟ جيدا هضم الطعام يبدا من الفم صح ولا لا؟ نفس الكلام بالظبط. يبقى انا عندي السايت بتاعه الدايجيشن كام حاجه؟ اول حاجه فين؟ في الماوث صح؟ وبعد كده المفروض فين؟ في الاستومك. وبعد كده المفروض فين؟ في الانتستين. الكلام ده برضو لسه اساسيات كده. طيب في الماوث ههضم من ايه؟ من العصاره في الماوس هاهضم من ايه؟ يعني او ايه الحاجة اللي هتهضم؟ الصلايبة او الانزيمز اللي موجودة فين؟ في الصلايبة. فاكيد هسمي الانزيم مثلا ايه؟ سليفري كذا صح ولا لا؟ تمام. طيب في الاستومك هاهضم من ايه؟ لو في انزيم يطلع من الاستومك يهضم ماشي او مثلا الـ HCL ماشي صح ولا لا؟ تمام. طيب الانتستين هاهضم الانتستين من ايه؟ حاجة من اتنين يا اما اهم عضو خالص خالص في الهضم اللي هو مين؟ طب انا هسال سؤال تاني اعتبر ان ما سالتوش. اهم عضو خالص في الجي اي تي والله اقول للدكتور ناجح. اهم عضو في الجي اي تي مين؟ البنكرياس هو بتاع الهضم اصلا صح ولا لا؟ يبقى في الانتست خلي بالك انا بهضم من البنكرياس بس في الانتست مش هروح اهضم في البنكرياس صح ولا ايه؟ تمام. البنكرياس او ممكن الانتستين نفسها تطلع انتستينال انزيمز صح ولا ايه؟ ودي برضه هيكون مكان الهضم فين؟ في الانتستين صح ولا لا؟ تمام. يبقى انتستينال انزيم تقريبا هنرسم او هنكتب الكلام ده في كل دايجيشن بتاع اي شابتر صح ولا لا؟ وابدا اشوف بقى ايه الانزيمز اللي مهتمه او ايه الانزيمز اللي هتكسر مثلا الشابتر اللي احنا بنتكلم فيه. طيب انزيم بيكسر الكربوهيدرات كان اسمه ايه ايام زمان؟ اميليز. لو طالع من السلايفا هيكون اسمه سليفري اميليز. هو طالع حاجه برضو اسمها سليفري الفا اميليز. سليفري الفا ايه؟ اميليز. هقول لك هو بيعمل ايه على الكربوهيدرات. بص خصائص الاول السليفري الفا اميليز ان الكلور بيعمل له اكتيفيشن. الكلور بيعمل له ايه؟ اكتيفيشن ماشي مش مشكله. والبي اتش بتاعته 6.4 يعني ايه البي اتش بتاعت الانزيم؟ اللي هي الاوبتيمم بي اتش فاكرين الكلام ده في الانزيم؟ اللي هي يعني درجه البي اتش المثلى اللي الانزيم ده يقدر يشتغل فيه يعني لو طلعته منها وحطيته في بي اتش ثانيه مش هيشتغل صح ولا لا؟ تمام. طيب يبقى البي اتش بتاعته كام؟ 6.4 يهضم ايه؟ الكلام ده هتلاقوه مكتوب بقى يهضم مين؟ يهضم حاجه اسمها كوكد ستارش. الكوك دي ايه؟ ستارش يعني انت بتنظر كده ويوم راح نازل بس ايه طبعا الهضم في الماوس كلام عبيط يعني حاجه مش مهمه خالص ده اصلا اذا مضغنا احنا بنظلط على طول صح ولا ايه؟ فحاجه يعني مش مهمه. طيب يبقى ده بيشتغل على حاجه اسمها ايه؟ كوك ستارش بيحوله الى ايه؟ عارفين حاجه اسمها ديكسترين؟ الديكسترين اللي هو بالعربي اسمها ديكسترين يعني هي بالانجليزي اسمها ديكسترين ماشي. الديكسترين ده او الديكسترين او حاجه اسمها مولتوز. الديكسترين اللي هو اقل من الستارش شويه صح؟ تمام. طيب هو كان مكون من ايه؟ مش كان مكون من حاجه اسمها الفا 1-4 جلايكوزيديك بوند وعند البرانشات مكون بحاجه اسمها الفا 1-6 جلايكوزيديك بوند برضو تمام. هو الاميليز كله بيشتغل على الرابطتين دول اللي هو الفا 1-4 والفا 1-6 فممكن ياخد الاثنين دول كده
ويطلع لي حاجة اسمها ملتوز، وممكن ياخد الاثنين دول كده فيطلع لي حاجة اسمها ايه؟ ايزومولتوز. هو كان ايه الفرق بين الملتوز والايزومولتوز؟ الملتوز الفا 1 4 والايزومولتوز الفا 1 6. فانا بقول لكم دي البرانشنج بوينت اهي، صح؟ ده كله بيحصل في الماوس، ده كله يعني مكتوب ان ده كله بيحصل في الماوس المفروض، بس احنا بنعمل كده وبعدين بنستنى اللي يحصل بعد كده، ماشي؟ بس هو الماوس اللي الكلمه اللي فيها اللي هو الكوكد ستارش، يعني اللي هو الكربوهيدرات اللي منظومه قوي، يعني رز مستوي قوي، فاهم؟ يعني لو حبات رز مش مستوي طبعا عمرها ما تتضمن، فاهمين ولا ايه؟ او اللي قعدت تمضغ فيه المضغ الطبيعي. طب الدكتور ذنبه ايه؟ مثلا فاهمين كده يا جدعان؟ طيب يعني لو احنا كسرنا من هنا هيطلع ده ايه؟ ملتوز، ولو كسرنا من هنا ايزومولتوز. بس يبقى الاند برودكت هنا ستارش برضه زي ما هو اللي انا ما كسرتوش، ممكن شويه ديكسترين وشويه ملتوز وشويه ايه؟ ايزومولتوز. خلاص فكك منه. انزل بقى على الاستومك، الاستومك ما فيهاش اي حاجه بتهضم الكربوهيدرات خالص. طب هيطلع واحد ايه؟ شاطر شويه فيقول لك على فكره بس انت بالع الالفا مايليز اللي هو بتاع السرايفا مع الاكل، صح ولا ايه؟ فالمفروض ينزلوا تحت يهضم يفضل شغال، صح؟ ولكن بالظبط انا قلت لك هنا معلومه ان هو ما بيشتغلش غير في بي اتش كام؟ 6.4. والبي اتش بتاعنا كام هنا؟ هنا في الاستومك؟ ها؟ واحد او اثنين؟ واحد او اثنين، صح ولا ايه؟ تمام. طيب هل ده يشتغل هنا؟ تخيل ان السؤال التافه ده سؤال شفوي، يعني بيقول لك فيها مين اللي بيهضم الكربوهيدرات في الاستومك؟ تقول لا مفيش انزيمز. يقول لك هو انت مش بالع الالفا مايليز بتاع السرايفا مع الاكل؟ قول له اه حضرتك. لا بص يا جماعه، اسئله الشفوي يعني ايه؟ ما تخليش الدكتور هو اللي يدخل عليك، انت دايما خليك كده يعني انت اهجل بدل ما تدافع، فاهم ازاي؟ انت لما تقوم راح اعمل له ازاي؟ تزود في الاسئله. طب انا ارد عليك اقول لك ايه؟ على طول كده تقول له انت مش عارف يا دكتور يا محترم ان البي اتش بتاع السليبر الفا مايليز 6.4؟ يقول لك اه يا ابني طبعا. ما يكش على طول، قول له اساله كده على طول، قول له البي اتش بتاع الاستومك بتاعتك كام؟ هيقول لك 2 او 1. قول له طب ازاي تسال السؤال ده؟ صح ولا لا؟ على طول كده على طول، اوعى حد يكش في الشفا، اوعى ترجع لورا، خش على طول، ماشي؟ تمام. بس بقى يقول لك شاطر يا جدع، الله ينور عليك. ما هو لما يديلك الصفر وتساله يقول لك ازاي تسال السؤال ده برضه؟ اه فيقوم رايح ايه تاخد الصفر على طول. بس يا جماعه ارجوكم محدش يجيب سيرتي. يعني محدش يقول ان انا اللي قايل لكم النصيحه دي، ماشي؟ طيب. في الانتستن بقى هيطلع من البنكرياس حاجه اسمها بنكرياتيك الفا. ملاحظين كلمه الفا دي؟ عشان هناخد حاجه خدناها السنه اللي فاتت وزهقنا منها. هيطلع حاجه اسمها بنكرياتيك الفا ايه؟ اميليز. يشتغل على الكوكد ولا الكوكد والانكوكد؟ الكوكد والانكوكد بس. ويوم راح عامل ايه؟ مطلع خلاص بقى اي ديكسترين يكسره فيديني اند برودكت حاجه اسمها ايه؟ ممكن يفضل شويه ديكسترين صغيرين عادي مش مشكله، ويطلع حاجه اسمها ملتوز وحاجه اسمها ايزو ايه؟ ملتوز. تمام. طيب يبقى ده كده الاند برودكت بتاعتي، ديكسترين وملتوز وايزو ملتوز. اكسرهم ازاي الى مونوساكرايد واحنا متفقين ان لازم الدايجيشن اطلع منه ايه؟ بمونو ساكرايد، صح ولا لا؟ تمام. فهنا في الانتستين يطلع شويه انتستينال انزيمز، انتستينال انزيمز اللي هم مخصوصين لكل الداي ساكرايد اللي عندنا. حاجه اسمها ملتوز فيطلع له انزيم اسمه ايه؟ بص هو الداي ساكرايد كانوا مكونين من ايه اصلا؟ بنزع ميه، صح؟ فاكرين حاجه اسمها جلايكوزيديك بوند؟ كانت اصلا مكونه من ايه؟ بنزع الميه. اخد او اتش من هنا او اتش من هنا فانزع ميه وامرا عامل الجلايكوزيديك بوند، صح ولا لا؟ لما عاوز اكسر بقى اي حاجه متكونه بنزع ميه وامرا حاطط عليها ايه؟ ميه، صح ولا لا؟ تمام. فيما يبقى اسم الانزيم اللي بيحط ميه كنا سميناه اصلا السنه اللي فاتت اسمه ايز، يعني اسم الماده وايز على طول، صح ولا لا؟ تمام. يبقى الملتوز يبقى اسم الانزيم ايه؟ مالتيز. بالظبط كده. الملتيز اللي هو كان مكون من ايه وايه؟ جلوكوز وجلوكوز، صح ولا لا؟ تمام. يبقى انا عندي هنا جلوكوز، ماشي. طيب في حاجه برضو اسمها لاكتوز، لو انا كنت واكل اللاكتوز، صح؟ طيب فلاكتيز يطلع لي مين؟ جلوكوز و جلاكتوز. يبقى عندي كمان جلوكوز، طبعا مش هكتب جلوكوز تاني بقى، يبقى جلوكوز وايه؟ وجلاكتوز، صح ولا ايه؟
طيب لو انا مثلا واكل سكروز يبقى يطلع انزيم اسمه سكريز اللي هو كان جلوكوز وفركتوز، يبقى انا عندي مين؟ الفركتوز. لو فاضل شويه ديكسترين او الايزومالتوز يتكسروا بانزيم واحد اسمه ديكسترينيز. اسمه ايه؟ ديكسترينيز او الايزومالتوز، فيطلع ايه؟ جلوكوز. صح، مش الديكسترين ده مكون من جلوكوز بس، يبقى برضه جلوكوز. يبقى احنا كده هضمنا ولا ما هضمناش؟ طلعنا كام؟ طلعنا المونوساكرايدز اللي موجوده كلها، صح؟ تمام. المره الجايه بقى هنعمل ايه؟ هنعرف امتصاص كل واحد من المونوساكرايدز دول، وازاي ان هم رايحين محاولين جلاكتوز والفركتوز الى جلوكوز. سهل الكلام ده؟ احنا قلنا ان لازم هنحاول كل حاجه الى مين في الاخر؟ جلوكوز. يبقى لازم نمتصهم الاول زي ما هم كده، وبعدين نوديهم الليفر بقى هو اللي يحول الحاجتين دول الى جلوكوز. طيب في حد او انتوا كلكم نسيتوا تسالوني سؤال، مش كل الحاجات دي انزيمات؟ يعني مثلا مولتوز هيجي مولتيز، صح؟ او سكريز او لاكتيز. حد يسال سؤال بقى؟ ايه؟ ايوه بالظبط كده، الله ينور عليك. لو حصل نقص في اي واحد من دول ايه اللي هيحصل؟ صح، ديزيز، صح ولا ايه؟ فالديزيز ده اللي يجي في الامتحان. في هنا ديزيز تافه قوي بس بيجي في الامتحان برضو، اللي هو حاجه اسمها لاكتيز ديفيشنسي. حاجه اسمها ايه؟ لاكتيز ديفيشنسي. نقوله بسرعه ودي اخر حاجه. ها؟ بتاع السنه اللي فاتت، بس هو ما كانش موجود السنه اللي فاتت في الكتاب، هو موجود السنه دي في الكتاب. بصوا يا جدعان، خلي رسمه الابزورشن بقى المره الجايه. المهم دي مين؟ الانتستين، صح؟ ودي مين؟ اللي هي الانتستينال سيل، لها كام بوردر؟ اثنين، حاجه اسمها برش بوردر اللي هو اللي فاتح في الانتستين اللي هو ناحيه، بص يا جماعه مش اليومن ده سيلز كده جنب بعض، احنا خدنا واحده بس وكبرناها. في برش بوردر وفي ايه؟ بيزل. البيزل ده اسمه بيزل ليه؟ عشان هو واقف على البيزمنت امبرين بتاع مين؟ البلاد ايه؟ فيزل، صح؟ والعمليه دي اسمها ابزوربشن، صح ولا لا؟ تمام. طيب ماشي، ده الكلام كده، ده بدايه المحاضره الجايه. طيب عندي هنا سكر اسمه لاكتوز، كان المفروض بيتكسر باللاكتيز الى مين؟ الى جلوكوز و جالاكتوز. والجلوكوز والجالاكتوز يحصل لهم ايه؟ ابزوربشن، ويبقى كده الدنيا زي الفل، صح ولا لا؟ طيب لو في لاكتيز ديفيشنسي ايه اللي يحصل؟ الكلام ده ما يحصلش، صح ولا لا؟ فمين اللي يزيد في الانتستين؟ اللاكتوز، صح ولا لا؟ يبقى اللاكتوز هيزيد فين؟ في الانتستين. الكلام ده يعمل ايه بقى؟ يعمل حاجتين، يعمل حاجتين. اللاكتوز ده سكر ولا مش سكر؟ يبقى له حاجه اسمها اوزموتيك بريشر ولا مفيش؟ صح، زي الملح بالظبط. انت لما تاكل حاجه مسكره تاكل حاجه مالحه بتحب بعدها بشويه تشرب ميه، صح؟ علشان بيشدوا الميه، تمام. واللاكتوز ده سكر، فكان السنه اللي فاتت في حاجه اسمها كيميكال بروبرتيز، كان في فيزيكال بروبرتيز بتاع المونوساكرايد، وكان في كيميكال بروبرتيز، كان من ضمنها حاجه اسمها فيرمنتيشن، التخمر، صح ولا لا؟ تمام. يبقى ده ممكن هيقعد كده، فالبكتيريا تروح عليه فتعمل له فيرمنتيشن، والفيرمنتيشن كان بتطلع مين؟ كان بتطلع مين يا جماعه الفيرمنتيشن؟ طب انا كتبتها CO2 بالظبط، الله ينور عليك. يبقى كام واحد؟ بص زياده اللاكتوز هنا هتعمل كام حاجه بقى؟ اثنين، هتزود مين؟ الاوزموتيك بريشر، وتطلع مين؟ السي او 2، علشان البكتيريا عملت فيرمنتيشن لللاكتوز، صح؟ كل حاجه من دي هتعمل حاجتين، مش هنا اوزموزيس؟ يعني بقى هنا الضغط الاوزموزيس شديد، صح؟ فهيشد الميه، صح ولا لا؟ طيب لما نشد الميه من هنا من الخلايا كده حصل كام حاجه؟ حصل حاجتين، حاجة في المكان اللي شدينا منه، وحاجة في المكان اللي شدينا ايه؟ له، يعني المية هتنزل هنا، صح ولا لا؟ طيب احنا شدينا المية من الخلايا فنشفناها، فعملنا حاجة اسمها دي هايدريشن، وجبنا نفس المية دي رميناها فين؟ في اليومن او في الانتستين، فلما ترمي مية كتير في الانتستين يبقى دي حاجة اسمها ايه؟ دايارية، صح ولا لا؟ هايدريشن هنا يعني دايارية، صح ولا لا؟ تمام. يبقى الخاصيه اللي هي الاوسموزيس عملت كام حاجه؟ اثنين، سحبت الميه من الخليه فعملت دي هايدريشن، وحطت الميه في الانتستين فعملت حاجه اسمها ايه؟ دايريه. تمام.
طيب الفيرمنتيشن طلع مين؟ CO2. وده غاز ولا مش غاز؟ غاز. كلنا لما يكون في غازات في بطننا او في الانتستين بيحصل ايه؟ ديستنشن. ديستنشن غاز صح ولا يعني ايه؟ انتفاخ. وكرامبس اللي هو التخلصات يعني صح ولا لا؟ حاجه بديهيه جدا صح؟ الكلام ده سهل؟ تمام. يبقى ده كده اعراض او مانيفستيشن اوف مرض اسمه لاكتيز ايه؟ ديفيشنسي. طيب المرض ده له اسم تاني، خلي بالك له اسم تاني. هو الشخص ده بيتعب لما ياكل ايه؟ لاكتوز، يعني كل ما ياكل لاكتوز يتعب، كل ما ياكل لاكتوز يتعب، يبقى بيتحمل اللاكتوز ولا ما بيتحملش اللاكتوز؟ فنسميه الاسم التاني اللي هو اسمه لاكتوز انتوليرانس، لاكتوز ايه؟ انتوليرانس. سهل الكلام ده؟ انتوليرانس توليريت يعني يتحمل. ان في البدايه لها نفي. انتوليرانس يعني عدم تحمل ايه؟ اللاكتوز. يبقى اسمه عدم تحمل اللاكتوز نفسه او نقص اللاكتيز انزيم صح ولا لا؟ طيب فده كده الديفينيشن اللي هو الشخص ده لما بياكل لاكتوز ما بيتحملوش. ماشي. ايه الحاجات اللي فيها اللاكتوز؟ اللبن. اللبن وانواعه، عشان كده اقول لك دلوقتي. طيب انواع المرض ده في منه تو تايبس، حاجة اسمها congenital أو hereditary وحاجة اسمها acquired. hereditary يعني ايه؟ يعني وراثي، هو أصلا واخد من أبوه أو من أمه الجين بتاع اللاكتيز بايظ، واخد الجين ايه؟ بايظ، فما عندوش أصلا لاكتيز انزيم جين، يعني الجين أصلا اللي بيصنع اللاكتيز من البداية، فده يظهر عليه المرض وهو لسه ايه؟ لسه طفل صغير، هو لسه بيرضع صح ولا لا؟ اول ما يرضع ما هو بيرضع ايه؟ لبن، فاللبن في مين؟ لاكتوز، فيظهر عليه الاعراض على طول وهو لسه بيرضع صح؟ تلاقي الام جايه لك كده اللي هي الاربع اعراض اللي قلناها، ان هو مثلا يا دكتور ده اول ما بيرضع بيحصل له ايه؟ عنده جفاف على طول، وعنده دايريه على طول، ودايما ايه؟ بسمع صوت بطنه كده صح ولا لا؟ لا تقلصان صح ولا لا؟ تمام. طيب وده كده بعد الرضع على طول. اكوايرد ده بص اكوايرد ده بيحصل امتى؟ يعني بيقول لك يعني احيانا لما احنا بنكبر كده وبعدين مثلا نسافر بلدان، في بلدان كده يا جماعه ما بيشربوش لبن او ما عندهمش الحاجات بتاعت اللبن دي. بيقول لك مثلا تقعد هناك اكتر من 6 شهور او لو انت قاعد برده هنا وما اكلتش جبنه ولا اي حاجه فيها لبن فالانزيم نفسه بيحصل له ايه؟ ما بيشتغلش صح؟ واحنا عندنا في الجسم العضو الذي ايه؟ لا يستعمل يضمر صح؟ لان من ضمنهم برضو نفس الكلام ده. طيب اللاكتيز يفضل يقل شويه لغايه لما يجي مره واحده يشرب لبن فيحصل له نفس الاعراض، بس ده بيرجع على طول. تمام؟ ده اول ما بياكل الانزيم برضو بيبدا ايه؟ يرجع على طول. يبقى انا عندي حاجه اسمها هيرديتري وحاجه اسمها اكواير. المانيفستيشن بقى المانيفستيشن اللي هي مين؟ هتكتب بيعمل اوزموزيس والاوزموزيس بيعمل حاجتين. تكتب بيعمل بيحصل له فيرمنتيشن فطلع CO2 والCO2 بتعمل حاجتين. طيب التريتمنت اعالج الراجل ده ازاي؟ بص هو العلاج عندنا احنا في الكيمياء غالبا يعني ما يشربش لبن. بالظبط كده، ما يشربش لبن، هو بيتعب من شرب اللبن فما يشربش لبن. ليه بقى؟ هتديله انزيم يعني؟ ما هو العلاج يا اما تعوضه على الحاجه اللي ناقصاه يا اما تشيل عنه الحاجه اللي بتتعبه صح؟ ده عندنا احنا في الكيمياء. ليه؟ لان احنا دايما الامراض اللي هنشوفها هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بصوي ونقص فيه انزيم صح؟ فتقريبا هو ده الشغل اللي هنشوفه كل مره، بصوي فينقص فيه انزيم فاقول لك في ديزيز بيحصل هنا صح ولا لا؟ طيب اعالجه ازاي؟ حاجه من اتنين، يا اما تديله الانزيم وده طبعا مش عندنا، اصل الانزيم ده بروتين واحنا ما صنعناش اصلا من البروتينات غير ده الانسولين والجروس هرمون صح ولا ايه؟ ما صنعناش حاجه لسه. فاللاكتيز طبعا مستحيل تديله لاكتيز كده في حقنه ولا حاجه صح؟ ولا تديه له اورال فهيتهضم مع البروتين اللي داخل اصلا. تفهمين انا بقول ايه؟ تمام. يبقى الحل ده مش موجود. الحل الثاني انت تشيل عنه الحاجه اللي بتتعبه صح ولا لا؟ يبقى الراجل ده كل ما ياكل لبن يحصل له الكلام ده. الحل الوحيد ايه؟ يعني هو مش موجود ما ياكلش لبن. طب الطفل الصغير عامل لهم حاجه اسمها لاكتوز فري ميلك، يعني ميلك خالي من اللاكتوز بس كده. يعني هو مش موجود خالص.